كاع الممنوعات وقيل الله يعلم بزاف ديال الحوايج كانت كتلقاها كتلقاها بحال الفراشه بحال القريعه بحال هكا كتلقى. كان الموظف ما يقدرش يدوز من وسط الكروة، مثلا موظف يدوز بوحده او موظف سيفيل مثلا تقني يدوز بوحده، لا ديما خاصو يكون مسكو. كانت درجه الخطوره ديال السوج يعني كانت كما كنقولوا السيبه. شتي ملي كانت القميله وكان الريش وكان المقراج وكان راه كان ممكن السجين ينوض يسخن الماء تا يطيبو مزيان وينوض لواحد صاحب دعوتو معاه في الغرفه حتى كينوض كيسلقو بالباب الماء. راه اي حاجه تمنعات والا في الصالح ديال السجين هو الاول، وفي الصالح ديال الموظف عاوتاني هو الثاني، وفي الصالح ديال الاداره هي اللي كتجي في الاخر هي الثالثه. اللي كيسطيني صراحه شناهو وانا تبارك الله المهداوي العقل ديالو محلل وكيفهم وكيفهمها في السماء، الا هاد المساله ديال المكانه في الحيط ما فهمهاش. حيت شنو اللي كيخليك دير الجريمه؟ شنو هو اول حاجه هو انك كتمشي للحرام، هذه اول حاجه كتمشي للحرام. ثاني حاجه اصدقاء السوء. ثالث حاجه هو جهلك بالقانون. دابا جيب فيديو ديال المهداوي مثلا، داك الفيديو اللي كيقول فيه اللي وصل لجوج المليون وتبارك الله و900 وغيزيد مازال، والله المغرب ما دوله. ونهار المهداوي كان واقف مثلا قدام المحكمه وكيقول هذوك الفيديو اللي قالوا ان تسبات في الاعتقال ديالو، كيهضر على الملك والملك والملك، لا وحنا عندنا الدريات كيمشيو للامارات وعندنا هادي كتموت بالجوع هذا كيديروا. واسي المهداوي وقول للمغاربه خاصك تقول لهم راه ماشي الملك اللي غيصلحنا، ماشي جوج الناس اللي غيصلحوا 30 مليون ابدا. غنرجع لك الايه، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. من 2000 نقول لك 2003 مني جا مثلا الملك الجديد، راه المشاريع اللي دارت في المغرب والانجازات والتغيير اللي كاين في المغرب ما كينكروا حتى شي واحد، ولكن عطيني وريني التغيير في الشعب فين كاين. هالموظف مثلا التحق بالمؤسسه دخل السجن تعين على اساس انه غادي يخدم مع المساجين، راه اول حاجه كيلقاها هو كيلقى ان المسجون بقوه التجارب ديالو موجد لهذاك الموظف الجديد اللي غادي يجي، كيفاش غيدخلو كيفاش غيتعامل معاه، شنو هي الطرق والوسائل اللي غادي يستعمل معاه باش يحاول يروضو، لان اغلبيه السجناء كيحاولوا يروضوا داك الموظف اللي معاهم باش تدي حقيقه. كل مثلا طابق فيه 600 ولا فيه 700 ولا فيه 800 ولا فيه 1000 يلا فيه جوج ديال الموظفين، راه حتى داك الموظف راه لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني اللي بغيت نزيد نتكلم عليه هو راه المشكل ها هو الموظف تعامل مع المسجون. هذه رساله خاصة الموظفين اللي يلاه داخلين والموظفين اللي يلاه بداو السيرفيس ديالهم. الشيء اكبر خطا تديرو في حياتك كن على يقين هو انك تتعامل مع المسجون شي معامله غير قا، هذا هو اكبر خطا دير. نقول لك علاش، حيت إيفوا غتبدا المعامله الاولى غتبقى تتعامل ديما، ونهار ما غتبغيش تتعامل غتسمى خايب. كون على يقين. رحمة الله ومرحبا بكم في قناه دريبي تيفي. جل الحلقات اللي دوزنا في قناه دريبي تيفي بخصوص محتوى السجون، الضيف دائما كان كيكون سجين سابق تائب. هذه المره الامر يختلف، الضيف ديالنا الاخ والصديق عبد الملك، موظف سابق بالمندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج لحوالي 9 سنوات. مرحبا بالاخ عبد الملك. مرحبا خويا دريبي، مرحبا بالجمهور الكريم، شكرا على الاستضافه. قربنا وعرفنا براسك اكثر. عبد الملك تقني وضابط سابق بالمندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج ما بين الفتره الممتده 2009-2018. تقني وضابط في نفس الوقت، كيفاش المعنى ديالها؟ تقني وضابط في نفس الوقت جات من انني دوزت فترة كتقني من الدرجة الرابعة فوج 2009، ما بين 2009 حتى 2016، ومن 2016 حتى 2018 زاولت المهمة ديال الضابط من بعد ما تم الإدماج ديالنا. فجاء القانون الجديد، النظام الأساسي الجديد اللي دمج هيئة الأطر المشتركة في هيئة الحراسة والأمن، لذلك قلت تقني وضابط، يعني دوز جوج ديال الصفات. الصفة الأولى كانت تقني، اشتغلت فيها في مصالح الاجتماعية، في تكوين مهني، في مصلحة مستقلة لوحدة الإنتاج،
ومن بعد ما جا الادماج ديال التقنيين اشتغلت بالامن كضابط مربي لمده ديال سنتين، ومن بعدها مباشره تخليت على المنصب ديالي بالمندوبيه. عبد الملك، كنسمعوا على لسان بعض السجناء السابقين كيقولوا ان بعض الموظفين كيعاملوا السجناء بطريقه سيئه، اشنو كتقول في هذا الكلام؟ اولا لازم يعرف الجمهور الكريم ويعرفوا السجناء ويعرفوا الموظفين، والناس اللي ما كتعرف والو على السجن خاصها تعرف بزاف ديال المسائل. اولها ان راه ماشي حنا غادي نجيو اليوم باش ندافعوا على الموظف ولا ندافعوا على المسجون ولا ندافعوا على الاداره المركزيه ولا ندافعوا على شي مسؤول. حنا اليوم جينا للتوضيح، جينا نقولوا ان اول هادشي خاصو يعرفوا الناس، اول ضحيه كاين في السجن كنهضروا على السجون، كنهضروش على الاداره، ما الاداره هما بعاد على السجناء. حنا كندويو على الموظف اللي قريب للمسجون، الموظف اللي قريب للمسجون هو اول ضحيه كاين في السجن. نقول لك علاش. السجين ربما انسان اقترف جريمه، الاغلبيه يقترفون جرائم خطيره. يعني ملي كتجيب واحد الموظف دوز واحد الحياه ديالو عاديه، جاهد باش قرا باش وصل لواحد المستوى، مشى خدا مثلا حرفه، يعني انسان مثقف نقي بزاف، ماشي ما غنقارنوش، ما حنا ماشي كنفضلوا على المسجون، راه انسان ولكن كاين فرق ما بين واحد الانسان دار واحد المجهود باش وصل لواحد الحاجه في حياته وواحد الانسان اللي دار واحد الجريمه وجار واحد البلاصه. يعني المسار ديال الحياه كيختلف ديال المسجون وديال الموظف. الموظف كيكون عنده مسار ديال الحياه ديالو بوحدو، والمسجون كيكون عنده المسار بوحدو، كيتلاقاو بجوج في السجن، هذاك الموظف والاخر مسجون. فعلا هنا كيكون اختلاف ديال العقليات. فالموظف راه جاي باش يؤدي واحد الوظيفه ويؤدي واحد المهمه ويقدم واحد المساعده ربما اجتماعيه للسجين وبزاف ديال الحوايج. في نفس الوقت هو اللي كيلقى واحد المعامله من السجين. علاش؟ حنا باش نبداو من كما كنقولوا نبداو من الاول. هالموظف مثلا التحق بالمؤسسه، دخل السجن، تعين على اساس انه غادي يخدم مع المساجين، راه اول حاجه كيلقاها هو كيلقى ان المسجون بقوه التجارب ديالو موجد لهذاك الموظف الجديد اللي غادي يجي. كيفاش غيدخلو، كيفاش غيتعامل معاه، شنو هي الطرق والوسائل اللي غادي يستعمل معاه باش يحاول يروضو، لان اغلبيه السجناء كيحاولوا يروضو داك الموظف اللي معاهم. باش هذه حقيقه باش تكونوا فاهمين. وهنا فين كيوقعوا، هنا فين كيوقعوا المشكل، راه السجناء كتختلف العقليات ديالهم وكتختلف الاهداف ديالهم داخل المؤسسه. يعني حنا ملي كنقولوا راه الموظف كيعامل مثلا السجين معامله سيئه، هادشي على حسب داكشي اللي كنشوف. انا ربما تفرجت فيديوهات ديالك وشفت فيديوهات ديال سجناء اخرين كيهضروا على الموظف كانه واحد الانسان جلاد قتال ما كيعرفش الرحمه ديال سيدي ربي. ما بالعكس، الموظف كيقدم واحد الخدمه انسانيه للسجين. وربما بعض المرات راه كتكون حالات اللي اي واحد جبناه، ما جبناش غير موظف، اي واحد جبناه وحطيناه في ديك السيتياسيون مع ديك الطبيعه ديال السجناء ربما غادي تولد فيه واحد العنف. وهنا غادي ندخلوا لواحد النقطه. المشكل اللي كيعاني منه الموظف، اول حاجه هذيك الحاجه ديال الطاقه السلبيه. عرفتي شنو هي؟ باش نجيبك وندخلك وسط واحد، حنا علميا كنعرفوا الطاقه السلبيه ان فعلا كاينه طاقه سلبيه سواء في المحيط الخارجي سواء في المحيط الداخلي. المهم واحد ان اسباس الا كان دايره بك طاقه سلبيه فانك غادي تتاثر، غيتبدل السلوك ديالك، ربما تولي عنيف، ربما تولي تعاني من امراض، ربما بزاف ديال الحوايج. لان راه باش تعامل السجناء راه ما كتعاملش واحد الصنف، يعني خصوصا وهذه النقطه التي زعما تؤلم داخل السجون، راه الا جينا نشوفوا التركيبه ديال العقل ديال السجين او المستوى ديال السجين، كنلقاو اغلبيه السجناء مقارينش. عرفت شنو هي مقاريش؟ ما فيتش التحضيري، ما فيتش الثاني. يعني كتعامل مع واحد الانسان اول حاجه كما كنقولوا امي، انسان ربما جاهل، انسان لان كنعرفوا المستوى الثقافي ديال الانسان راه كيلعب دور في الشخصيه ديال الانسان. والاغلبيه ديال السجناء كيعانيوا من هاد النقطه ديال انهم غادروا المدارس بكري.
خرجوا للجريمه بكري، تعرضوا للمخدرات بكري، تعطاو لام الجريمه وهما صغار. يعني باش غنجي انا موظف ونتعامل معاك واحد التعامل اللي انت كتخيل انني بغيتي نكون انساني مليار في المية، ربما الا تعاملت معاك كاع حنا نقولوا انسانيا فهاد الشيء غيرجع ليا انا بالضر، ما غاديش يرجع للمجنون. سي عبد الملك، واش دابا انت كتنفي المعامله السيئه ديال الموظفين اللي كيقولوها السجناء انهم كيتعرضوا لها؟ انا ما كنقولش لك كنفي، ان ربما شي سجين يقدر يتعرض لشي معامله سيئه من شي موظف. حنا كنسمعوا ان الاغلبيه ديال السجناء كيقولوا نفس الهضره، ان المعامله ديال الموظف مع السجين هي معامله سيئه. غادي نقول لك واحد الحاجه، انا ديما غنجاوبك على حساب اش كيقولوا السجناء. شتي اغلبيه السجناء دابا انا اللي كنسمعهم كيهضروا، كاين واحد الخلط، كاين الخلط ما بين الماضي القديم. اللي مثلا حنا غنعطيك مثال، انا بمؤسسه خدمت فيها عكاشه، عكاشه ملي دخلت ليها انا في 2009 وكنسمع وكنشوف ماشي هو الوضع ديال عكاشه في 2000 مثلا او 13 او 2014 او 2016، ماشي هي عكاشه مثلا في 2018، ماشي هي عكاشه في 2020. كاين تغيير، كاين واحد زدنا لقدام. نرجعوا باش ما نخرجش باش ما ديفياش المساله ديال ان السجناء اغلبيتهم كيخلطوا ما بين عكاشه مثلا، الى عاود لك على عكاشه كيبدا يجبد لك اسماء ديال الموظفين اللي ربما ماتوا، مشاو ما بقاوش خدامين في اداره السجون، خداو التقاعد وخداو، وكنبقاو ديما نسبوا ديك الممارسات لهذا الجيل هذا اللي كاين دابا. هذا اول خطا. ثاني خطا اللي كيطيحوا فيه الناس خصوصا السجناء، هو ربما حيت حنا ديما كنعقلوا على الخيبه. نعطيك علاش كنعقلوا على الخيبه. دابا السجين كيدوز مده مثلا ديال 3 سنين، شتي دوز هذيك 3 سنين كلها معامله انسانيه وكرامه ديالو بمسائل ديالو، ما عمر شي واحد ضرو. ونهار يجي مثلا غير واحد الموظف جاه مثلا في الطريق وتعامل معاه واحد المعامله ماشي تا ليه، ما كيبقاش عاقل على ديك 3 سنين كامل يدوز ديال المعامله، كيعقل على داك الجيست اللي دار مع هذاك الموظف، وكيجبد داك الجيست اللي دار مع الموظف. مع العلم ان السجن خصوصا في المغرب، باش نكونوا واضحين، السجن المغربي راه ماشي هو السجن في مصر مثلا. حنا غنعطيو مثل الدولة العربية مصر، مصر راه الحراسة النظرية 48 ساعة ولا 72 ساعة راه العذاب الأليم. راه الحراسة النظرية في مصر راه أشد قسوة من ما عرفت أشنو غادي تقول لي في المغرب. واخا أنا كنقول لك أنا المغرب، شتي المغرب غنقول لك واحد الشيء، السبب الرئيسي ديال أن المسجون كيرجع للحبس هي المعاملة الزوينة ديال الموظف، هذا دليل قاطع. دابا راه ولا لاحظتي ان مؤخرا ولا المسجون كيهضر لك على الحبس انه تزير وتزماط وحكا، ولا وما كانوا كيديروا لنا القفاد وما بقاوش كيديروا لنا القفاد. دابا واش الا بغينا المسجون يتصلح، راه خاصنا نكرهوه في ديك البلاصه باش نكونوا واقعيين. حنا دابا خلينا من موظف واش كيتعدى ولا ما كيتعداش، خاصنا نشوفوا العوامل والظروف اللي كتوصلنا لهذا الشيء. راه مسجون انا اوتوماتيك، دابا انا موظف، انا نعطيك مثال، انا موظف مثلا كنت مكون او كنت خدام في شؤون اجتماعيه، او انا خدام، كاين واحد السجين اكس جا المده الاولى انا شفتو تعتقل العام مثلا او دوز عندنا واحد المده ديال 6 شهور، شويه كيخرج شويه كيرجع شويه. انا في شؤون اجتماعيه ما كنشوف هذاك المسجون اش كيولي عندي، هذاك المسجون راه امبوسيبل غادي يتصلح. علاش؟ انا غير انا مثلا في مده ديال 4 سنين كنشوفو جا واحد 5 المرات او 6، هو كيوقع في حاله العود. خاص تعرفوا واحد القضيه، مسجون داير بحال الدري الصغير، بحال واحد الدري الصغير. داك الموظف هو الوسيله الوحيده ديالو باش يوصل لواحد الغايه. نعطيك شتي الموظف الا ما بغاش يمشي مع المسجون في الخط ديالو، كيتعتبر هذاك الموظف ما كيتعاملش مزيان وسيء وما كيبغيش المسجون وما كيحترمش الكرامه ديال المسجون. علاش؟ حيت ما غاديش مع مساجن في الخط. شكون واضحين؟ الفكره واضحه سي عبد الملك. بحكم انك عشتي حقبتين مع زوج ديال المناديب بن هاشم والتامك، واش الظروف ديال السجون تغيرات للاحسن ولا بقات هي هي؟ بعدا نعطيك واحد المساله نقولها لك اخويا ونقولها للمشاهدين. قبل ما نهضروا على التامك، بن هاشم اصلا فجا هو اللي كان جات معاه انطلاقه جديده ديال تاسيس المندوبيه العامه باش تستقل ذاتها، لانها كانت تابعه لوزاره العدل. الوقيته اللي جا فيها المندوب بن هاشم راه لقى العجاب المعجب في السجون.
ما بين انا بعدا انا واحد من الناس.